ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك إهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي أشكال على ألوان. مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان، وهي الدنيا ناس غير إيه، ميك اب روش فستان سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان، يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدودة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشيها. وصلت للعيال اللي عملوا كده في هند صبري؟ الموضوع بقى قضية رأي عام، واحنا خايفين لا يكون الموضوع ده عمل إرهابي. ما تقلقش سعادتك يا فندم، أنا ملف القضية قدامي ودرسته دراسة وافية وتم. طيب، قول لي بقى وصلت لإيه؟ أنا سعادتك يا فندم مش عايز أزعج سيادتك، بعدين أنت عارف إن أنا مش بتاع كلام، أنا بنفذ على طول. في أسرع وقت يا نجيب الموضوع ده يخلص، الدنيا مقلوبة والإعلام مش هيسيبنا في حالنا. تمام يا فندم، في خلال 24 ساعة العيال دي هتكون قدامك في مكتب سعادتك يا فندم. تمام تمام يا فندم، مع السلامة. أحمد الحقني، العيال دي عملت إيه؟ إيه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبة ليه؟ البنتين اللي اعتدوا على الفنانة هند صبري بنتين ولاد عم، اسمهم نيلي وشريهان مكتب. قبضت عليهم؟ هم مختفيين بس جرى البحث عنهم. طب وبعدين؟ هتعملوا إيه؟ توصلنا لخالة واحدة منهم، كانوا عايشين عندها هما الاتنين في الفترة الأخيرة. حلو جدا، انا عايز خالتهم دي في اسرع وقت يا احمد. تمام سعادتك. ابو حميد وامر فندم، لو ما حدش خد اقوال الفنانه هند صبري انا ممكن اروح اخد اقوالها بنفسي. اصل المدام والولاد بيموتوا فيها واحنا يعني بنحبها. انت ما شفتش انا عايز اتجوز رمضان اللي فات؟ حلقات منفصله متصله كوميديه جميله هايله. حلوه جدا. طب يا احمد اتفضل خالتهم يا احمد بسرعه. تمام سعادتك. أنا متضايق منك جدا على فكرة. ليه؟ أنا عملت إيه؟ عشان قليل الأدب. أنا قليل الأدب ليه؟ قال لك تشرب إيه؟ قلت له بيبس.
ايوه في ايه المشكله؟ ما انت طلبت سعله فواكه، ايه المشكله؟ مش تقول له لا متشكر شكرا هو يعزم عليك زي ما عزم عليا؟ لما عزم عليا كتير قمت ضربته. عزم عليك انت قلت له عندك ايه وبعد كده رحت طالب سعله فواكه وقعدت تقول له عندنا شاليه المعموره بتاع ستي وعليه مشاكل وقف والكلام ده، هو مال هو؟ انا نفسي اعرف انت متربي فين. انت متربي في حمام يا لهوي؟ اه متربي في حمام. امشي امشي خلص. هات المفتاح السوق. سوق ايه؟ اسوق العربيه. ده من امتى ده ان شاء الله؟ النهارده. ماشي. ايه ده؟ خد. انا كنت بهزر. ايه ده؟ علي النعمه. تعالى يا راجل، تعالى تعالى. اوعى ما تحضنيش. انسى بقى السواقه اللي انت شفتها قبل كده دي. وريني يا اخويا. ايه الاخبار؟ الحمد لله، بس انا حاسس بدوخه وصداع كده تقريبا، عندي شرقه او زكام، مناخيري مسيله. انا مالي ومال مناخيرك؟ انا جاي ازورك بالمستشفى. بقول لك اخبار العيال ايه؟ اخبار مين حضرتك يعني؟ العيال اللي احنا بنراقبهم. اه هاني وسيف؟ لا كليله ودمنا. عجبتك قوي؟ الله عليك يا صاحب الباكه. طب خلاص هنقضي فيها طول النهار. عملوا ايه العيال؟ مفيش ساعاتك يعني، لسه خارجين من عند المدير وماشيين زي ما انت حضرتك شايف. طب يلا وراهم بقى على طول عشان تشوف اخبارهم ايه، وانا هخش اشوف قصه المدير ده. ماشي. يلا يلا انجز. يلا حضرتك سيب لي العربيه يعني اعمل بيها. لا عربيه ايه؟ اشبط في اي مواصلات يعني؟ مش انا المواصلات عليك. الله في الطبيعي يا باشا، ما عليا المواصلات كده مش طبيعي. يلا ضحي بقى انجز بقى، خلينا نخلص، عايز الحق الراجل اللي بيمشي. حاضر يا صاحبي السعاده. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مغزى حضرتك المدير؟ والله أنا بداية من المدير لحد الفراش، مرورا بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم. يعني مغزى مش فاهم يعني إزاي؟ ما أنت عارف حضرتك ما فيش شغل ولا في بتاع، ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل. الكمبيوتر يا أستاذ، الكمبيوتر والنت بوظوا علينا الدنيا. أنت عارف حضرتك أنا تمن المواصلات من هنا وأنا جاي هنا ومروح بيضلعني والله. حضرتك مين؟ أنا أبو الدهب. اهلا 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 يا ابو الدهب باشا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. انت تعرفني؟ ها؟ لا بس باين على حضرتك باشا يعني. طب انا مش هطول عليك، انا شايفك فاضي وما وراكش حاجه، بس انا هسالك سؤال واحد لباظه. الولدين اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما ادخل كانوا بيسالوا على ايه؟ هو كان في ولدين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما اجي دلوقتي. اه انت عارف من كتر الناس اللي بتيجي وبتخرج وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجه، وبعدين اصل انا خرجت من البيت وانا على لحم بطني، ولا شربت شاي ولا قهوه ولا حتى حاجه ساعد. معلش ملحوقه. الله يخليك. اتفضل جيب حاجه بقى عشان تملي الريق كده. شاطر هنجيب لك حاجه ساعه يا فندم. كانوا بيسالوا على ايه بقى؟ ها؟ والله هم كان عاشب الطقم. طيب الله يخليك يا فندم. يا سيدي تشرب؟ شكرا خلاص والله. لا يا فندم ازاي، ما تقولش كده. اتفضل كمان. اوف عرض. كانوا بيسالوا على ايه بقى؟ والله كانوا بيسالوا على عدد من الاعداد اللي كتبهم مكاوي بيه الله يرحمه. لا عدد ايه بقى؟ ها؟ عدد ايه؟ عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش ايه الاعداد وايه البتاع. والله استنى بس هجيب لك. اصل انا خرجت من غير اكل الصبح، وبعدين البتاعه دي مريت لي بطني. هقول لك ايه، ما انت عارف الدنيا ملحوقه ملحوقه. اتفضل. الله يخليك يا فندم. ها شوف بقى يا سيدي. ايوه العيال دي كانت بتسال على عدد من الاعداد اللي كتبهم الله يرحمه مكاوي بيه. العدد 1000. بس اصل العدد ده ما فيش منه غير نسختين، نسخه كانت مع مكاوي بيه الله يرحمه، والنسخه الثانيه كانت عندنا هنا. واديت لهم العدد ده؟ لا ما هو ما بقاش عندنا. امال فين العدد ده؟ حميت الطعميه، حميت. واحد نفسه يحبس بسجاره بس منين يوم؟ معلش ملحوقه. اتفضل. فين ام العدد بقى؟ العدد بكره هيتباع في صاله كريستال بتاعت المزادات اللي في مصر الجديده. طيب سيدي متشكرين قوي. لا بس قول لي حضرتك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان موضوع كده
والله الواحد الذاكره عنده بقت تتوه وبقيت باخد ادويه علشان ترجع لي الذاكره ومفيش فايده. ناقص في السوق. ايه ناقص في السوق. طب نوفرهولك. حط كده. ايوه بس نجيب الدواء المصري، انا عايز اجيب المستورد الحقيقه علشان تاثيره بسرعه. اه المفعول. يا سلام. اقرع ونوزه. اتفضل يا اخويا. ها؟ اه. تسأل ليه؟ ابدا هو اصله موضوع عائلي كده يعني، بس يعني محلوله ان شاء الله. متشكرين قوي. السلام عليكم. عفو. يا ساتر يا ساتر على الناس. الجشع الجشع هيموتهم. كل حاجه ماشيه في البلد دي بالرشوه. لو ابو الدهب باشا. باشا ايه ده، انت صفيح البعيد. ما زاد اللي نخشه. هو احنا معانا فلوس؟ كل فلوسنا صرفناها في الغردقه. شوية بابريكان من بتوع زمان بيعلموا في الدماغ. ولا يا عسلية انت يا حلو. قسما بالله يا ضي انت، اديك كف على وشك اقلبك على ظهرك زي الصرصار الميت كده. كده؟ سيف انا اتغيرت اه، وعارفه ان ده البيست فريند بتاعك، بس ما ينفعش يقول لنا كده. هو لو فضل يستظرف انا هبعتره. ما تحترم نفسك بقى يا اخي، جايب لي الكلام. في ايه يا شريف؟ تعالى شوف المصيبه اللي احنا فيها يا اخي. مصيبه ايه؟ فيها سكرية انت يا حلو. على فكرة بيعاكس خطيبتك. يا رايا سيف ده مفيش منه خوف، اتبسط يا معلم وفرفش. حبيبي مبدئيا كده يا أستاذ شريف حضرتك دمك سم. انتوا في فيتي يا جماعة، هتشتروني في فيتي؟ ده أول حاجة. ماشي. تاني حاجة، احنا نفسنا ندخل مزاد عشان نجيب مجلة ميكي ومعناش فلوس. طب ما مجلة ميكي دي يعني لما تتشقلب وتبقى جديدة ومتسلفنة بخمسة جنيه هيعملوا عليها مزاد ويتشقلبوا هتبقى خمسيناية. قول 100 يا سيدي. لا قول انت يا عم، انا ماليش دعوه. وانا خاف من ايه؟ 100. طب احنا معانا كام دلوقتي؟ يعني حوالي 300-400 جنيه اخرنا. طب واحنا ازاي بقى هندخل المزاد واحنا وانتد؟ نيلي يعني ايه وانتد بس؟ يعني مطلوب القبض علينا. هنتنكش. هنفتح المزاد على عدد نادر لمجلة ميكي. هنبتدي ب 10,000 جنيه. ايه ده؟ المجلة بتاعت العيال دي ب 10,000 جنيه؟ مش قلت لكم؟ ما انا قلت لكم 11,000 جنيه. 11,000 جنيه عند فريدة هانم. مين يزود؟ مش قلت لكم؟ ما انا قلت لكم. خلاص يا سيف، عرفنا انك شطور وقلت لنا. 11,500 جنيه. 11,500 عند الأستاذة؟ أهو، مش قلت لكم؟ يا عم عرفنا انك قلت لنا. نعمل ايه بقى؟ نتكل على الله. يلا نمشي. نتكل ايه؟ مش هناخد العدد. ناخد العدد ازاي؟ معناش فلوس يا بنتي. بتقولك 11,500 جنيه. 12,000 جنيه. 12,000 جنيه عند فريدة يعني. طب بقول لكم ايه، يلا نقوم نروح بدل ما اتنقط. يلا. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه عند الكابتن. مين يزود؟ 20,000 جنيه ايه؟ هتجيبهم منين؟ مش مشكله، هبيع البوتاجاز والغساله والتلفزيون. ايوه بس دول ما يجيبوش 20,000 جنيه. هبيع المكوى والسخان. ليه يا عم؟ هو كام لتر؟ 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول. طيب ده بالصلاه على النبي عامل كام؟ ده عامل 1200 جنيه. ما يمشيش ب 500 عشاني. لا بص، ساعه الدفع الكلام بيختلف. وانت مالك انت هادي يعني؟ وانت هتشتريه؟ اسكت. 20,000 جنيه. الهونا الادوي. 20,500 جنيه. 20,500 عند فريدة هانم. يا جماعة فريدة هانم دي لقطة، أنا لازم أبيع لها أي حاجة. أنا هروح أديها الشال ده ولا ده بتاع الكبير قوي. 30,000 جنيه. مش مشكلة، هبيع الجزامة. إيه يا سيف؟ الناس كلها بتعلي بال 500، أنت بتنط بال 10,000 على طول؟ أصل أنا أول مرة أحضر مزاد والجو عجبني بصراحة، وأنا ما بحبش حد يعلي عليا. 30,000 جنيه عند الكابتن. 30,100 جنيه. 30,100 جنيه عند مستر ابو الدهب. يا نهار اسود، وده ايه اللي جابه ده؟ عرف منين ان في مزاد؟ 30,120 جنيه. 30,121 جنيه. 30,121 ونص. 30,121 جنيه و75 قرش. و80 قرش. ده احنا معانا فضه كتير قوي. 30,125 جنيه. 75,000 جنيه. هتجيبهم منين دول؟
مش مشكلة، هو اللي غزني ووترني، هبقى بيع العربية. 75,000 جنيه عند الكابتن؟ 75,000 وجنيه. الحمد لله. لا والنبي يا جماعة، يعني احنا أقل حاجة هنزودها هنا 500 جنيه. ماشي يلا. 75,500 جنيه. 75,500؟ 75,500 مين يزود؟ يلا يا سيف يلا. يلا ايه دي لحظة بس سخنتي فيها كده مع الجو، لكن أنا مالي أصلا، هو جد أنا ولا جدك أنت؟ ألا هنا؟ ألا دوي؟ 180,000 جنيه. حضرتك قلت كام يا فندم؟ 150,000 جنيه. 150,000 جنيه عند الفنان أحمد فهمي. 150,000 جنيه؟ ألا هنا؟ ألا دوي؟ على تري. مبروك يا فنان. انا دايما بقول ان اهم حاجه في الفيلم بدايته ونهايته، فهتلاقيني دايما في افلامي بهتم بتتر البدايه وتتر النهايه، اللي في النص ده بقى حشو، يعني ربنا بيرزق في يمين شمال اي حاجه، بنحشي لحد ما نوصل لنهايه الفيلم. نفسي افهم ليه يشتري مجله بكميه الفلوس دي. يكونش يا جماعه احمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز؟ بس يا هبل، انت قريبنا ايه؟ طبعا مش قريبنا. ايه الثقه دي يا بنتي؟ ده انت لسه عارفه من يومين انها بنت عمك. انا عايز اعرف هو اشترى العدد ده ليه، وهناخد منه العدد ازاي؟ سيبوا الموضوع ده عليا انا. لا موضوع النقد ده ما بيضايقنيش خالص الا لو حد قال. استاذ احمد، استاذ احمد معلش معلش، ثانيه واحده بس من وقتك، ثانيه واحده. الله يسهل لك يا ابني. بس بقول لك انا موضوع النقد ده اللي انت بتعمله ده يا فنان. وانت مش شحات؟ لا انا مذيع. وبعدين انت بتقول الشحات انت شحات؟ انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ لا مؤاخذه يا باشا، انا ما خدتش بالي اصلك لابس جلابيه ومش ماسك مايك، فافتكرتك يعني شحات. انت صح، بس انا عشان كنت جاي جري بس عشان الحاج. ممكن يا جماعه مايك زياده؟ مايك زياده هديه لكم بعد ما نخلص على طول. طب معلش احنا كده كده على الهوا يعني مفيش مشكله. قناه ايه الاول؟ معاك وهدان وهران رحت خساره من القناه 9 السعوديه الفضائيه. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اولا مبروك طبعا على المجله، ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها، ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجله ميكي. لا هي الحقيقه المجله دي انا مش شاريها لنفسي، انا شاريها لابن صديق عزيز عليا جدا، اعتقد ان دي احلى هديه اقدمها له في عيد ميلاده. بس انا رايي كنت ممكن تديله ال 150,000 جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجله دي. لا لا لا، هي الفكره مش في الفلوس، يعني القيمه مش في الفلوس، القيمه في المجله ذات نفسها. انا عايز اعلم الولد ده القيم اللي احنا اتربينا عليها في مجله ميكي. يعني يمكن احنا اتعلمنا في مجله ميكي من ميكي نفسه الشجاعه، اتعلمنا من بطوط الصبر، اتعلمنا من عصابه القناع الاسود العمل الجماعي، اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الاغراء العفيف زي زيزي وهند رستم والجيل الجميل ده. محدش هيستثار على زيزي. دي قيم احنا نحب نورثها للجيل اللي ما شافش مجله ميكي. قيم ايه يا عم سمير وشهير وبهير؟ انت بتعمل الرجل العناب وبنات العم. انا مش مال الشغل. اتفضل يا بيه اتفضل. بس احنا عارفين انك ومجموعه من الفنانين معزومين على حفله عيد ميلاد ابن صاحب القناه اللي هينتج لك برنامجك الجديد، وحاجز لكم اوض كلكم في الفندق. والله هو اللي اصرني. ايه يا زميلي العزيز اللي بتعمله ده؟ انت بتفضح الفنان. لا ما اسمحلكش ما اسمحلكش. معلش بقى يا فنان، عايزين خبر حصري للقناه السعوديه الفضائيه. هو فعلا كان في خبر ما كنتش حابب ان انا اعلن عنه في الوقت الراهن، بس انا هقوله حصري على القناه بتاعتك. انا الحقيقه العيد الجاي ان شاء الله طلع انا واصحابي شرم الشيخ. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مش داخل سينما قريب؟ لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشله اللي هتبقى معايا في شرم الشيخ، او ما نرجع هنخش فيلم محمد امام يا في سيتي ستارز يا في جالكسي حسب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فهمي وبندعي له وبنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تيكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد، واستنوا احمد فهمي في سينما جالكسي او سيتي ستارز. يعني مش عايزه تتكلمي؟ لو ما اتكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح وهتتكلمي. ما بتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فاقدة الصوت، مفيش صوت خالص، هتتكلم امتى اكون انا مت؟ طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هما فين؟ والله العظيم يا سعادة الباشا انا كل اللي اعرفه قلت لحضرتك، مش مخبية عليك حاجة، انا معرفش هما فين. ما انا لو هعرف هقول، هو انا يعني كيف اتضرب؟ بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا. والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه، ده كل حاجة عندي، كل كلام عندي. شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك. تمام. بصي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، انت هتكلميهم في التليفون ده، تعرفي منهم هم فين وتقولي لي،
وانا وعدك محدش هيمد ايده عليكي خالص 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 خالص. طب ما تقول كده يا باشا من الصبح. هات يلا اتكلمي. الو بنت يا شريان، انت فين يا بنت الكلب؟ خلصي قولي انت فين يا بنت. انا ممسوكه في القسم ومفيش حد ما ضربش فيا. تارد ضرب الله يخرب بيوتكو، اي موتوني. الحقيني يا شريان. خبيه. الو مساء الخير، معاك المقدم نجيب الريحاني. اسمعني، اللي انتوا بتعملوه ده مفيش منه اي فايده، وانا كده كده هقبض عليك. روقوها. طب يا سعاده الباشا، هو كله ضرب ضرب، امال فرج فين؟ انت عايزه فرج؟ اه. طب مفيش فرج. يلا خدوها. ونبي يا سعاده الباشا ابوس ايدك. خدوها. ابوس ايدك يا سعاده الباشا، انا مظلومه، انا ما ارتكبتش اي جرائم يا سعاده الباشا، انا ست بريئه. حبيبتي يا خالتي زمانها متمرمطه في القسم. انت خايفه على خالتك من القسم؟ ده احنا نخاف على القسم من خالتك. يا بنتي هيسالوها سؤالين وهيروحوها. معلش يا شريهان ما تزعليش، بجد انا كان نفسي اساعدها، بس انت عارفه مفيش في ايدينا حاجه نعملها. امتى بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه ده؟ هيا سيف، عرفت الحفله فين؟ بكار مش عايز يفتح، ما اعرفش ما بقوش يجيبوه ليه. سيف إيه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي. بدور عليه بس فاتح صفحه تانيه مش لاقي لسه. ولا هاني ما تيجي يا تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. استني يا شوشو خلص المصلحه اللي في ايدي دي. يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيتي كبير وابويا مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. اه والله العظيم بكذب. ايه ده انت صريح؟ اه والله وعملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب؟ اه والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب. طيب جدا وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك اتنين. بجد مصعب. ايوه عشان تعوض اللي فاتك، انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا بكره. بلدينا ايه بس، على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزني بركات. صعب على لسانك. قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. اؤمر. ممكن اطلب طلب؟ اؤمر. ممكن يبقوا ثلاثه. انت طماع. كذاب وصريح وطماع. والله بقى والنبي خليهم ثلاثه. خد بيت حلاوتك حاجة. انت جميل قوي يا حاج. بس على فكره انت مش هتستحمل ثلاثه. مش مهم اولع. مش مهم ايه هموت. المشكله والله بس عملت كده. ده ما حصلش اي حاجه وانت بص. ايوه فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص هكلمهم لك. ماشي. طب اسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا اصلا. خرجوا من ايه؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه، خرجوا من البيت. اصل ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلوهمش ينزلوا يعني متاخر. ابوهم حبسهم يعني؟ اه. بس اطمن ابوهم مات. مات؟ اه ما هو عارف بقى بناته بيعملوا ايه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف. بالظبط كده. بس يلا خلمه. بكام بقى دول؟ دول تلاتة يبقى 3000 دولار. هم أجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هديلك بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجة في أمريكا. ف ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله. ايه واحنا هنبقى تمام. واحنا في التمام. آه ماشي تطلب. تمام تمام. اه ان شاء الله بيع الترابيزه مش فارقه. بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما تخضوش. بس اسمع صوته. ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه. ماشي خيالها هيساعدنا. ماشي. لقيتها الحفله في الكونراد. طب كويس. ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف. طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس، هنجيب هدوم منين؟ نيلي انا مبقاش معايا فلوس، بس ممكن نستلف من شريف، بس نرجعهم لأول ما نلاقي الكنز إن شاء الله. شيكو شيكس. ألو يا مسطورة. لا مسطورة لا أنا عايزها مفضوحة. مش أنت تفضحها بقى. أنا ثانية واحدة ثانية واحدة. بقول لك إيه، أنت نسيت الولاعة بتاعتك معايا. آه آه آه. بس إحنا يعني تمام. آه لا مليناها مليناها. آه تمام. إيه؟ شيكو عايز إيه؟ ما تتأخريش بقى. ماشي يلا سلام. شيكسو. ايه يا حبيبي عايز ايه؟ عايز فلوس. انت عايز تجيب انت كمان؟ اجيب ايه؟ ماشي هات له زود له خليهم خمسه. يلا تبقى طب بنجيبه ايه؟ مليطه بقى. بنجيب ايه؟ بنجيب فراخ. فراخ ايه دي اللي بنجيبوها دي؟ فراخ شامورت. فراخ شامورت؟ دي ما تبقاش فيها ريش عند الرقبه دي. ايوه دي جامده جدا. قوي قوي. ايوه انا بقى عايز فلوس. ايوه طب انا اعمل ايه؟ انا مالي عشان انا معايا اتنين
شامورت قاعدين هنا نحلين وقبري. طب ما هي الفلوس كلها هتروح عند حاج سعيد، اعمل ايه؟ حاج سعيد مين؟ الحاج سعيد بتاع الفراخ. بقول لك ايه، الفراخ بتلبس. ها اه لا لا، خليهم يلبسوا، خليهم يجوا ينزلوا. ايوه يا عم يجوا فين؟ هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق. لا لا انا عارف طريق الفلوس. لا لا خلاص، عارف امك بتشيل فلوس. خلاص هطلع خلاص. بقول لك ايه يا كابتن، احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامه؟ انت راكب شرق الدلتا؟ مش انت. بقول لك يا كابتن، مش انت الطيار؟ ايوه انا الطيار. طب قدامنا ايه رايك؟ حلو جدا. مبسوط والله العظيم. مفيش فيلم بقى تشغله لنا كده ولا اي حاجه؟ فيلم اه نشغل لك. حابب تتفرج على فيلم ايه يا فندم؟ انت تتفرج على ايه؟ ايه؟ انت تتفرج على ايه؟ اي حاجه، اي حاجه. لو انا بسالك اباحيه، حاجه اباحيه. هات حاجه اباحيه. انت مالك النهارده في ايه؟ مش هموت. مالك في ايه؟ انت بتلبس الاخضر ومش عارف بيحصل لك ايه؟ بتجنن. اطلع يلا هات الفلوس. ماشي ماشي، ايش نزود سلطات؟ اه زود يا حاج. ولا هاني، بقول لك ايه؟ صاحبك ده عبيط قوي. ده فله. اه ده ما عندوش اي خلفيه عن اي حاجه. طب اقول لك على حاجه مش هتصدق، تعرف انا كنت اعبط منه والله. ايوه بس انا ابتديت بقى ايه اركز شويه، وبصراحه من ساعه ما عرفتك يالا هاني وانا ساعت الصياعه. طب بقول لك ايه، ايه انت ما عملتش كده قبل كده؟ كده ايه؟ ما عملتش كده؟ آه لا عملت. انت كداب. ايوه انا كداب. انتوا كلكم كدابين كده وصرحه في نفس الوقت. ما احنا اصل احنا اصحاب بنمشي مع بعض على طول.